ضيفتنا الآن في أول تجربة لها في رياضة التجديف ما شاء الله تبارك الله استطاعت أن تحصل على الميدالية الذهبية في مسابقتي الـ2000 متر وكمان الـ500 متر. مدى سليماني القادمة من رياضة الكروسفيت في لقاء خاص اليوم عشان نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الرياضة وهذه التجربة اللي فازت فيها. منورتنا مدى. بنورك أستاذة لمي وشكرا لاستضافتك. ما شاء الله تبارك الله، يعني من كروسفيت إلى تجديف وفي أول تجربة على طول فزتي بالميدالية الذهبية. طب نبي نعرف، يعني كلمينا شوي عن ظروف يعني هذه اللعبة. جزء أصلا من رياضتي الأساسية، يعني أنا رياضتي الأساسية اللي هي الكروسفيت، فيها تجديف، فيها رفع أثقال، فيها جيمناستيك، فيها سباحة، فيها رياضات كثير. يعني التجديف يعتبر جزء من رياضتي الأساسية، فمن هنا بدأت يعني. حلو، وعلى طول يعني بعد الكروسفيت دخلت للتجديف؟ لا انا ما دخلت للتجديف، انا ستيل لسه بتمرن كروسفيت، بس هو التجديف جزء من رياضتي. حلو، طيب كيف ممكن تبسطي لنا هذه الرياضه؟ يعني اول ما نذكر التجديف يجي في بالنا التجديف المائي، وكنت اتكلم معاكي قبل في الفاصل عن انه انا في بالي فعلا تجديف مائي، طلع انه لا. ايوه التجديف داخل الصاله. طيب نبغى نعرف اكثر عنه. انت لو تحطي فيديو يعني التجديف داخل الصالات والتجديف المائي حتشوفي نفس الحركة بالضبط، حتشوفي نفس التكنيك في كل الفيديوهين، نفس الحركة. بس ايش الفكرة؟ انه احنا نبدأها التجديف الداخلي لانه بنتمرن على التكنيك، بنتمرن على حركة، مسكة اليد، النظرة، كيف تبدأي كيف تنتهي، نفسك كيف توزعي تكنيك، كل حاجة يعني كل خطوة بسيطة خلال التجديف نتعلمها، بعدين ان شاء الله نروح للتجديف المائي. ما شاء الله، طب كيف جات فكره المشاركه في هذه البطوله وكيف كانت الاجواء خصوصا ما كان لك ابدا في التجديف؟ المشارك يعني لو قلت لك حتضحكي شويه، هي جات بالصدفه. شفت البوست على انستغرام، على بالي انه مسابقه بسيطه، يعني كان حتى مكتوب على البوست مسابقه التجديف. انا كتبت اسمي، حطيت ايميلي، معلوماتي، على اساس انها حاجه بسيطه وخلاص، يعني ارجع البيت يعني او يومين يوم. فجأة حطيت الإيميل ورسلوا لي على الإيميل إنه مبروك، تم اختيارك من 12 لاعب ولاعبة لمسابقة التجديف، وراسلين الجدول وراسلين الأيام وملعب الجوهرة والاتحاد السعودي ولقيت تجهيز يعني زي المقلب دخلته الصراحة. أيوه. بس فهذه التجربة كانت يعني جات صدفة الصراحة، أنا ما كنت مجهزت لها، بس بتمرن أوريدي كروسفيت. فهي جات. هنا إيش معيار المنافسة؟ يعني قاعدين نشوف في الفيديوهات المنافسة قوية جدا. أيوة لا كانت وصعبة قوية، وأسبوع التدريب كان قوي كمان. فكيف بيتحدد الفايز وهل في منها كمان جولات؟ أيوة المسابقة كانت على جولتين، أول جولة 2000 متر والجولة الثانية 500 متر، كيف بتحدد الفايز اللي خلص الأسرع؟ يعني كلنا 2000 متر مع بعض، اللي خلص الأسرع هو الفايز الأول. يعني على حسب الوقت اللي تاخذيه فيها بس. يعني أنت مثلا 2000 تجديفة بجولة واحدة. 2000 متر. 2000 متر. أيوة 2000 متر. المسافة دي المسافة 2 كيلو تقريبا. تقريبا 2 كيلو وانت بتجدفي. ايوه في كم دقيقه خلصتيها؟ سبع دقائق وشيء و40 ثانيه، يعني بس من تخلصي ما عاد في اي نفس، يعني حتى بعد جهاز التجديف ما حد يقدر تقومي من عليه من كثر ما انت اصلا تعبانه يعني. وهذا السؤال اللي كنت بسالك هو يعني ايش الجهد اللي تحتاجه هذه اللعبه؟ يعني هل طريقه التمارين؟ وكمان نبغى نعرف الاستعدادات، كيف استعديتي؟ خلال الاسبوع يعني هم اخذونا زي البوت كام، يعني مسكونا اسبوع كامل مرنونا ملعب الجوهره. كانت تقريبا 3 أيام تجديف، احتاج لها نفس مرة عالي، مرنونا على كل المسافات 5000 2000 500، علمونا على التكنيك، طلعوا لي أغلاط مرة كثير في التجديف يعني ما كنت عارفتها صراحة، مرة استفدت صراحة. برضو نفس الشيء تمارين المقاومة اللي هي السكوات، الديد ليفت، البول أبس، دي كلها أنا أوريدي بستخدمها في جهاز التجديف. الديد ليفت هذه كلها بتيجي على جهاز التجديف، حتلاقي أنا بسوي نفس دي الحركة بس على جهاز التجديف. بس لازم في نفس الوقت تكون ذراعك قوية، يعني يدك قوية، كله عضلات جسمك، رفع أثقال، رفع أثقال تقريبا يومين في الأسبوع، حاط لنا حتى في البروجرام دحين لينا يومين في الأسبوع بنقوي الجزء العلوي والجزء السفلي من جسمنا. يعني ايش اللي لازم يكون اقوى؟ هل الجزء السفلي الاثنين او لا؟ الاثنين لازم، بس الاثنين نفس الشيء غالبا، يعني كمان بنركزين على السفلي اكثر لانه برضه بنستخدم رجلنا كثير في التجديف. صح ايوه. بس وانت يعني في وقت التجديف ايش بتحسي بتستخدمي اكثر؟ عن نفسي احس رجلك أيوة. اكثر من أيوة. يدك، لانه هو لو تشوفي الحركه بول وفي نفس الوقت يعني برجلك، يعني كانك بتدفعي برجلك. ايوه اي طب ليه ما احس انه هذه اللعبه يعني عليها اقبال كبير عندنا او مو معروفه كثير؟ لسه جديده يعني يعني لسه حاجه دوبها جديده، وزي اي لعبه حتلاقي ان شاء الله وقت يعني تكون دي شويه فتحت لهم باب عليها. ما
والله هي حلوه يعني انه يكون لها مسابقات وبطولات ايوه لا ومشاركات حلوه انها في بداوا نفس يعني الوقت. من الاتحاد السعودي للتجديف، فان شاء الله دي البدايه للي بعدها. حلو، طب اليوم نتكلم عن بطلة عندها ذهبيتين، هل مستقبلا راح نشوفك في محافل ان عالمية، شاء الله حتشاركي في مسابقات ان عالمية شاء ولا الله لا؟ ان شاء الله، يعني كانت دي بالصدفه زي ما قلت لك، وان شاء الله تكون فتحت لي باب اني اشارك في محافل عالميه بجانب بحثتي رياضتي. دورتي ولا لسه؟ حتى لا لا، بس ان لسه. شاء الله ايوه بجانب رياضتي ان شاء الله حاشارك. حلو والله، شيء جميل. طب هل في رياضة ثانية زي مثلا التجديف حابة تدخلي لها قريب ولا لا؟ رفع الاثقال يعني هي في اوريدي. لا 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 يا جماعة، معايا اليوم بطلة انا صراحة في الاستديو. حبيبتي الله يديك حلو، العافية. حتشاركي في ان شاء الله بطولات رفع رفع الاثقال؟ الاثقال، لانه في الكروسفيت انا رفع الاثقال والتجديف شوية تعتبر نقاط قوة، فحلو اني اشارك في الحاجتين دي. لوزن كم يعني على على بالك؟ حسب التمرين يعني، في على حسب كل تمرين كم اقدر اشيل فيه ويت، يعني في الباور ليفتنج في ال... طب هل بتشوفي يعني في صعوبة في رياضة التجديف ولا سهلة؟ أي بنت ممكن تمارس يا هذه الصراحة الرياضة؟ استهونت فيها شوية، بس من دخلونا الأسبوع ده كامل التدريب كان متواصل. لا متعبة يعني، أنا كنت شوية مستهونة بيها وداخل إنها كده فور فن وتجديف، بعد ما دخلت الأسبوع وركزنا فيها متعبة متعبة ايش بس اكثر حلوة. شيء متعب فيها؟ النفس يعني تحسي النفس. نبض قلبك طول الوقت شغال، يعني حتى وانت نايمة تحسي نبض قلبك شغال، ومتعبة متعبة شوية. بس الحمد لله، الحمد يعني لله كل هذا النتيجة التعب الحمد لله جاء بفائدة ونجاح الحمد وبطولة لله وذهبية في الحمد نفس لله. ايوه الوقت. راحت صراحة تعب بعد فخورين التعب، فيك كثير معنا وانا اليوم، فخورة نتمنى اني جيت لك. اليوم عندكم وشكرا لاستضافتكم. شكرا لك. شكرا استاذة نبيل. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تتواصلوا على حساب البرنامج ساحة شباب الظاهر على الشاشة، مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، ومنصتنا متاحة لجميع المبدعين والمبدعات، وأنا بإذن الله ألقاكم غدا على خير. أقول لكم في أمان الله.